الراجل النرجسي السام التوكسيك صفاته بتبقى ايه يعني؟ اقراه. لا هو نرجسي حاجه والتوكسيك حاجه. التوكسيك الاول. الراجل التوكسيك اقراه من بعيد ازاي؟ التوكسيك ده مش باين عليه انه توكسيك، دي ما مصيبته انه بيبقى في الاول بيبان ان هو لذيذ قوي، وان هو حتى وطريقته في عرض التوكسيستي بتاعته بتبقى هيدن. يعني مثلا انا لو انا متاكده انه هنا في سم هشرب الكوبايه دي اكيد لا، اكيد لا، تمام. لكن لو في حد جه من غير ما اخد بالي وحط لي فيها سم وهي شكلها حلو من بره والميه شكلها رايق وكل حاجه تمام هشربها. يعني هل اللي بيبان في اول العلاقه ده ان هو بيرفكت ومثالي ومفيش منه اتنين، ده في احتمال ان هو يبقى توكسيك؟ لا، يبقى ده اعرفه زياده. والتوكسيك بقى اعمل ايه؟ دايما ابقى مقدمه عقلي عن قلبي بخطوتين كده. يعني انا لازم اوزن كل اللي هو بيقوله وبيعمله بميزان العقل. علشان للاسف الضحايا من البنات والسيدات اللي بتقع في حد توكسيك بعد شويه بتدمن التوكسين ده. بتحبه. فبتبتدي مش شايفاه انه توكسيك. وبتبتدي بقى هي بتتدمر شويه شويه وهي مش شايفه انها بتتدمر. بتدبل. واللي حواليها بداوا يشوفوا انت يا بنتي انت كنت ناجحه، انت ده سايبك شغلك، انت يا بنتي كنت بيكسر فيها طموحه، انت مش عارف. لا ما هو اصله عشان خايف عليا، ما هو اصله عشان بيغير عليا، ما هو اصله. لا نشغل مخنا بقى عشان الشرايين يعني، فاهمه؟ لا نشغل مخنا يعني. والتوكسيك ده بغض النظر عن وراها ايه او مع تمشي ده 100% تمشي على طول. ده بصي ديلها في سنانها يعني، تمشي حتى لو ميته فيه. وانا بقول لها انت هتعدي بفتره الم شديد بس صغير. يعني بصي الخلاص من الراجل التوكسيك ده مره واحده بيبقى عامل زي ما تكوني عندك مرض بعد الشر وعملتي عمليه، فهتضلي في يعني منزعجه جدا ومتألمه جدا بس ايام وهتخلص. لكن طول ما انت في العلاقه انت ساكنه في المستشفى. عندك الام بتروح وبتيجي، ساعات تقوى وساعات تضعف، بس طول الوقت انت مريضه. مين اخطر، التوكسيك ولا النرجسي؟ حسب شخصيه المتلقي. في ناس بتستحمل. يعني النرجسي لو في معاه شخصيه انبطاحيه ما بتبقاش متضايقه. ماشي؟ لكن لو في معاه شخصيه سترونج كاركتر بتبقى استحاله. ماشي؟ التوكسيك بقى مفيش حد بيبقى مرتاح. يعني التوكسيك بالنسبه لي انا ان هو ده حاجه سم. بيقول لك دايما عايزه تعرفي واحد بصي على مامته. يعني هتعرفيه من مامته، مع ولا ضد؟ شوفي هو في برضه حسب شخصيته هو. أيوة. لان في بعض الشخصيات لما بيتربى مع مثلا ام بتنفخ فيه ومش عارف ايه بتاع ايه بيتواضع اكتر، يقول لك ماما مش كده يا ماما يعني. تمام، بياخد اتجاه المعاكس. ويبتدي يعتذر للناس عن اللي ماما بتقوله. ماشي. وفي حد يقول لك ده ماما اللي قالت. ايه انتي جنب اللي ماما قالته؟ ايوه عارفينه. ما ففي الاخر احنا يا جماعه بنكبر وبنكبر وبنبتدي بقى عارفين اللي هو بالغ عاقل. فبنقدر نميز بين الصح والغلط. فلا مهمهاتنا ملايكه ولا بهبهاتنا ملايكه. طيب فاحنا لازم في الاخر الكنترول يبقى عندنا احنا. اقول لك برضو ان الكلام ده مش زي زمان. يعني الموضوع دلوقتي عشان فتحناه وكلمنا فيه، انا بقالي اصلا انا بطلع على التلفزيون بقالي 22 سنه. تمام، فيعني كل حاجه قتلناها بحثا وقلناها وكده، فدلوقتي مش زي الاول. مبدئيا انه كل واحد النولج نفسها او العلوم الجنسيه نفسها بدات تطلع على السطح. الكلام في الشكاوى الجنسيه بدا يطلع على السطح. تمام، الدكاتره اللي مهتمين بالموضوع ده بيتكلموا حتى لو مش في منبر زي ده، سوشيال ميديا بقت ده تلفزيون للجميع. فاهماني؟ الموضوع مش زي الاول، الموضوع احسن بكتير بكتير بكتير. ادمان الافلام الاباحيه ده مرض. بصي ما بقدرش اسميه مرض، بيسموه ديسفانكشن. يعني خلل ما في ناس بتبقى هو بيبقوا يعني خلاص بيقدروا يبطلوه، لان انا خلاص داخل على حياه زوجيه وده مش ذنبها وانه لازم اديه فرصه واكون حياه بيني وبينها وكده. وفي ناس بيفضلوا مستمرين. فطبعا ده بيأثر سلبا وبيخليه يعزف عن زوجته. وطبعا هو دي بقى اللي بسميها برضو نوع من الجرائم، زيه زي الاغتصاب كده. ان هو انك انت بتستعيد عن واحده لحم ودم ومشاعر ومستنياك
وبتحبك وما عندهاش مصدر اخر لهذا النوع من المتعه غيرك، وانت رايح تستعيد عن كده بحاجه فيرتشوال، بحاجه افتراضيه، بواقع غير موجود، وحاطط وظائفك الحيويه اللي ربنا كتبها لها هي في حاجه زي دي، لا دي من ضمن الجرائم. بس ليها علاج برضه. بالاراده. يعني ما فيش حد ان هياخد قرص هيبطل الكلام ده. بس بنادي ارشادات. يعني عايز تعمل مثلا، لقيت نفسك مش قادر اعمل كذا. لقيت نفسك ما بتقومش اعمل كذا. يعني ليها بندي زي ارشادات طبعا بعد ما بنسمع منه، لانه برضه الموضوع بيتحسن باي كيس. والموضوع بيتحسن مع الوقت. بيتحسن وبيبطل. وبيبطل بس برضه تاني لازم هو يكون عايز. ده السر، ده المفتاح، ده المفتاح، ان هم اي حد يبقى عايز ان هو يتغير، عايز يبقى مركز احسن. مراكز المدمنين طبعا يا اميره، يعني هو بيقول لك يعني بيقول لك بيروح، طب انت عايز تعالج ولا لا؟ طب ما احنا ممكن هنحبسك وهنديك مش عارف ايه وتبقى كويس، ممكن اول ما تخرج مستشفى تبقى خلاص باشا، يبقى كده احنا عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه. بلاش اي حد عنده كحه راح للدكتور يقول لك انا مش هاخد الدواء. طيب شكرا، انا هكتب الدواء، خده. نزل ما خدش الدواء، طب منتظر انه يخف؟